في احدى الغيمات ان شاء الله. اهلا من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين، تحياتنا. يعني احنا دائما بكل حلقه احد بنحاول انه نطل على صرح طبي اللي هو مستشفى الجاردنز، صرح طبي مميز يضاف الى خريطه الصروح الطبيه والمؤسسات الطبيه الرائده في بلدنا. الحمد لله السمعه ممتازه في الوطن العربي وفي العالم فيما يتعلق بصروحنا الطبيه ومنشاتنا الطبيه وكوادرنا الطبيه أطبائنا. واليوم رح نتحدث حقيقة مع المهندس مجدي نواس حول هذا الصرح بنيانيا إنشائيا. بصرنا أن يكون معنا الأستاذ مجدي نواس. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا فيك أستاذ أهلاً مجدي. ويعني لما بنحكي عن منشأة جيدة بنحكي عن يعني طريقة تصميمها، بنحكي عن ما تحتويه، طريقة بنيانها، أهم مميزاتها. شو ممكن نحكي عن مستشفى الجاردنز في هذا المجال؟ هلا صباح الخير لك مرة ثانية، وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين. يعني مستشفى الجاردنز لما نحكي عنه هو عبارة عن صرح طبي حديث ذو منظومة هندسية متقدمة ومتطورة. المنظومة هاي المتطورة تم بنائها على مساحة أرض 5250 متر مربع، بمساحة بناء 27000 متر مربع. 27000 متر مربع كانت تتكون من 10 طوابق. العشر طوابق هاي كانت تحتوي على مختلف الخدمات الرئيسية، سواء كانت للمبنى أو سواء كانت للخدمات الطبية المساندة أو الخدمات الطبية الرئيسية، بالإضافة إلى غرف المرضى وما إلى ذلك. فهي تقريبا كانت يعني هيك مقدمة بسيطة عنه. إحنا بجوز لما بنحكي عن مبنى عصري في بجوز عدة مميزات عالميا صار صاروا يشتغلوا عليها، ملائمتها للأشخاص المعوقين مثلا، أنظمة الإنذار وال يعني في أنتم بجوز خبراء أكثر مني في هذا المجال، بس بجوز المنظومة الأبنية المعاصرة تختلف عن التقليدية بعدة عناصر، هل هي متوفرة موجودة في مستشفى الجاردن؟ طبعا، يعني هو مستشفى الجاردن كمنظومة هندسية يعني متطور جدا، ويحتوي على العديد من المزايا الهندسية التي تجعله موفر أولا للطاقة بشكل بعدة أشكالها، وصديق يعني للبيئة. صديق للبيئة، صديق للبيئة. نعم، أحرج يعني هو صديق للبيئة. صديق للبيئة وتقريبا في كثير من البريكوزيتس اللي خاصة بصداقة البيئة موجودة ومتوفرة في مستشفى الجاردن. هذه إضافة نوعية. نعم، متوفرة في مستشفى الجاردن. نحكي عن بناء معاصر معنى هيك صديق للبيئة. نعم، موجودة. في معنى تقرير تفضلي يرصد يعني مزايا البناء، نشوفه مع بعض وبنرجع بنتابع حديثنا مع المهندس مجدي.
هاي مجهوز مجموعة من الصور لمراحل إنشاء مستشفى الجاردنز. مهندس مجدي، أنا مش متخصصة بالموضوع الهندسي، بس مثلا يعني لما بنروح نحن على أي مستشفى بهمنا كتير مدى سهولة الوصول من قسم إلى آخر، وضوح شكل المبنى، تعرف المرضى ولوينهم بيحتاجوا لليسر والبساطة داخل، يعني ما بيحتاجوا لتعقيدات هندسية كتير. نعم. بقدر ما هم بحاجة إلى شكل مبسط يعني يقدروا يتواصلوا ويقدروا يتنقلوا في المستشفى. أدي هذا راعي تو في مستشفى الجاردنز؟ هلا هي تم دراستها بشكل دقيق جدا يعني، وعلاقة الأقسام بعضها ببعض تم دراستها من قبل المهندس المعماري المختص في دراسة التصميم المعماري للمبنى، وتم التركيز عليها بالتنسيق كمان مع صاحب العمل لمراعاة علاقة الأقسام، هذا القسم بالقسم الآخر، قربه بعده، يعني تم أخذها بعين الاعتبار بهذا الموضوع. هلأ بالنسبة للزائرين أو القادمين أو المرضى اللي موجودين بالمستشفى، إحنا في عنا كور رئيسي يتحرك بشكل عمودي وأفقي في المستشفى، وبتم استخدامه من قبل كافة المراجعين للدلالة على الأقسام ومعرفة موقعها وما إلى ذلك. نعم، يعني وسيلة للتواصل أو نعم، خلينا نقول للتنقل بين أقسام المستشفى المختلفة. نعم. وكنا عم نحكي عن كمان ملائمة أي مبنى للأشخاص ذوي الإعاقة، كتير كتير مهمة. نعم. بكل التفاصيل. يعني إحنا بجوز يكون في مبنى حاطط لك هيك هاي رامس بدخلوا عليها هلأ مأخوذة بعين الاعتبار هاي، بس في الداخل ما بيتم الاعتناء بكل التفاصيل اللي نعم. علاقة بالأشخاص المعوقين. كيف أنتوا يعني التصميم الداخلي فيما يتعلق بالاهتمام بهذه الفئة تحديدا؟ نعم. هلأ هاي بتراجع كمان طبعا هلا بداية من وصول المرضى او ذوي الاحتياجات الخاصة الى المستشفى، هناك رامبس خاصة للتنقل والتحرك من خلالها للدخول الى المستشفى، ومن ثم هناك مصاعد خاصة لاستخدامهم لاستخدام المرضى. كافة المصاعد مزودة بانديكيشن لامبس ونقاط استدعاء لذوي الاحتياجات الخاصة حتى يكون هو وعلى الكرسي الخاص به يتم استدعائه دون المساعدة من أي شخص آخر، بالإضافة إلى أنه في نظام صوتي لمعرفته، إذا ما قدر يعني يعرف وين هو بيتم إذاعة الصوت أنه هو في أي طابق موجود هون. هذا كثير مهم كمان. نعم. الأشخاص طبعًا اللي طبعًا. يعني عندهم مشكلة في السمع. نعم. طيب أنت اختصاصك مهندس كهرباء؟ أنا مهندس كهرباء. نعم. بالنسبة لل يعني خلينا نقول هذا المجال داخل المستشفى كيف بتخبرنا عن ميزاته؟ هلأ يعني أول شيء المستشفى تم تزويده بناقلين رئيسيين للضغط المتوسط 11000 فولت، وتم إنشاء محطة تحويل ستيب داون ترانسفورمر بقدرة 3 ميجا وات، وتم نقل الطاقة الكهربائية إلى كافة مرافق المبنى عبر بسبار ترينكينج سيستم، أو الناقل البسباري بسموه من الناحية الكهربائية. ومميزة هذا الناقل أنه لا يوجد فيه أي فاقد للفولتية من أول النقطة إلى آخر نقطة، بعكس النوعيات الأخرى من النواقل كالكوابل وما إلى ذلك، مما يجعل هذا المبنى موفرا بشكل رئيسي للطاقة الكهربائية فيه. احنا قلنا صديق للبيئة. نعم نعم، هاي النقطة من النقاط الرئيسية اللي جعلته موفر بشكل كبير جدا للطاقة الكهربائية فيه. نعم، يعني احنا واثقين انه ما شاء الله يعني انشائيا وبنيانيا هذا المستشفى رائد. نعم. اذا في يعني ملاحظة اخيرة استاذ مجدي، مهندس مجدي، ممكن انك تضيفها حول هذا المستشفى. يعني احنا المستشفى كمان تم تزويده بنيوماتيك ترانسبورتيشن سيستم، هذا النظام يتيح لكافة الطواقم الطبية العاملة في المستشفى نقل وإرسال كافة المواد خلينا نسميها أو الأدوية أو العينات من وإلى المختبرات وإلى الصيدليات وما إلى ذلك، مما يجعل في هناك وفرة في الوقت يتم توجيهها باتجاه خدمة المريض لغير يعني. طبعا طبعا هو نعم. في النهاية دائما الهدف خدمة نعم. المراجعين والمرضى وذويهم. بالضبط. وغير هيك كمان المستشفى مزود بيكتشر أركايفين كوميونيكيشن سيستم، هذا يطيح للأطباء العاملين في بعض الأقسام مداولة ومناولة
الصور الطبيه اللي خاصه بالاشعه من البعض. نعم، بدون ما يصير الطريقه اللي احنا بنعرفها التقليديه، مما كمان يوفر الجهد والوقت والاتصال على الاطباء. نعم، دقيقه. نعم، ومتطوره ومتقدمه، وهذا املنا دائما بكل منشاتنا الطبيه وبمستشفى الجاردن تحديدا. المهندس مجدي نواس، شكرا جزيلا لوجودك معنا. تسلمي. تحياتنا لك، واحنا بعد فاصل قصير نرجع لكم اعزائنا بالمزيد من الفقرات، خليكم معنا.